شوف يعني بحال هذوك الماتشات ديال الشامبيونز ليغ يعني كيتربحوا ما كيتلعبوش يعني كتعرف يعني خصك تكاري لي بوان بزاف يعني كنا سيرتو يعني في 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 لو ديبار ديالنا فهاد العصور الافريقيه يعني منذ التاهل ديال الفريق البيضاوي كنعرفوا بان الوداد البيضاوي الفريق الوحيد اللي حامل مشعل ديال الكره القدم المغربيه في هاد العصور الافريقيه وفيما كنمشيو الا الفرقه توجد لينا يعني انطلاقا من بيترو اتليتيكو في انغولا يعني لعبنا في واحد درجه الحراره اللي بكل صراحه كانت مفرطه 38 درجه ديال الحراره ولعبنا مع يعني مع الثانيه بعد الزوال يعني في حتى مسؤولين بيترو اتليتيكو يعني رغموا نلعبوا في ذاك الوقت باش المنسوب البدني ديالنا ولكن التعليمات ديال سيبو ديال بنصرتي يعني كيفاش حفز اللاعبين كيفاش بريباروهم سير بلون مونطال وكانوا ليسونسيال هما لي 3 بوان يعني انتهينا من ديك المباراه بقات المباراه ديال كازاسيف اللي لعبناها في بوركينا فاسو اللي بكل صراحه كنشكر المسؤولين في ذاك البلاد اللي ما حسيناش راسنا حنا في المغرب ما حسيناش بحال لا راه حنا في المغرب يعني لقينا كاع الدعم تما يعني لعبنا فعاوتاني في واحد درجه الحراره اللي كانت مفرطه كان 38 دوغري كان لو ديسكور كان كلير ديال السيفوزي البنزرتي يعني سير بلون مونطال انه كتعرف هذيك المباراه ديال كازارتي تقال فيها الكثير يعني شفنا يعني شنو كان كيجري في الكواليس ولكن كنا كنثيقوا في المسؤولين ديالنا ديال الوداد البيضاوي برئاسه السي سعيد الناصيري الا كنظن المباراه تجرات وكان خصنا نحسموا فيها فكنظن لا بريباراسيون ديال هذاك الماتش كانت يعني كانت سير لي 4 مومون دي جو كنا بيان اورغانيزي يعني كنا سير لورغانيزاسيون ديفونسيف لا ترانزيسيون ديفونسيف ولا في اورغانيزاسيون اوفونسيف لا ترانزيسيون اوفونسيف كنا ايفيكاس حتى في لي بال زريطي تلعبات لا جزئيه بسيطه يعني بينا اليوم شنو هي كتسوى الوداد بينا اليوم شنو كنسواو لعابه الوداد ديالنا كتعرف حنا ماشي لعابه عاديين يعني كتقارن هو الممثل ديال كره القدم المغربيه بحال جنود بحال سفراء فهاديك المباراه يعني بغي كيما بغينا نلعبوها لعبناها حنا بالايقاع اللي بغينا حنا اللعبه كانوا في القمه اللعبه طبقوا التعليمات ديال المدرب انطلاقا بقات المباراه الاخيره ديال غينيا مع حوريه كوناكري هذاك الفريق اللي كنعرفوه فريق مشاكس فنا يعني ما نكذبش عليك يعني بكل صراحه سيفوزي البنصرتي يعني تطرق لكل صغير وكبير في هذه المباراه هذيك يعني هو في الميدان ديالنا سجلنا الهدف الاول الهدف الثاني بقى تعطل ولكن بقينا مامنين بقاو اللاعبين بقاو مركزين لانه كتعرف ما خصش يتلقى لك شي هدف يعني المباراه حنا في الشوط يعني في 12 دقيقه الاولى وقع ان رولاجمون يعني تلقينا يعني اهداف مباغته فكنظن كان ان سينيال بالنسبه لنا للمجموعه سيفوزي البنزرتي يعني كنظن قبل ما نمشيو يعني لغينيا فيعني صحنا الاخطاء لانه بعد بكل صراحه يعني سيفوزي البنزرتي اللي بكل صراحه يعني هرم في يعني في التدريب يعني كما كنقولوا هرم يعني التجربه والخبره ديالو شفنا كيفاش شفنا درنا ان بيلون بنشنا بالنسبه للمباراه ديال البطوله شفنا يعني كيفاش درنا لي 3 ديرني مات كانت لا كونسونطراسيون توتال طالعه كيفاش ما تلقاش عندنا اهداف عصبه الابطال الافريقيه لعبنا مع فرق منظمه لعبنا مع فرق محترفه يعني كنقول محترفه عندهم لاعبين مهاريين ويعني كان التركيز حاضر شفنا كيفاش لعبنا جينا الماتش كما بغينا فعرفنا ان المباراه ديال غيني ما تكون سهله كنظن 6 المباريات اللي تلعبوا بيناتنا شفنا يعني هما كان عندهم الامل الوحيد عندهم هو يفوزوا علينا فكنظن مشينا لتما يعني بكل صراحه اللعابه ما يعرفوش الحجم ديال المباراه حتى المدرب ديال حوريه كوناكري اللي بكل صراحه اللي بعد تصريح بعد المباراه قال ان الوداد فريق كبير فريق الوداد فريق يعني فريق ما يمكنش تسجل عليه اهداف لانه علاش؟ لانه بحال هاد المباراه كيف ما قلت في الاول كيتربحوا ما كيتلعبوش.